مواطن عراقي يتحدث عن ما وصل إليه الحال في العراق بسبب انتشار المخدرات، وقام بتحميل مرجعية النجف المسؤولية بسبب سكوتها. دعونا نشاهد. عم تمشي بالشارع باقي للجهات، ما ادري تضحك على روحك تقتل روحك ترتاح، طلع للجهات راح يسولف ولا الثاني سفير واحد سفير واحد. شنو سفير واحد؟ شنو الفيلم هذا؟ هاي شنها؟ تعال عم المرجعية كلكم تعال، سنة وشيعة عالسنة وعشيعة تعال، شنو هالوباء هذا اللي جاي يصير بينا؟ العراق انتهى عمي، المخدرات باوع أطفال بالسجون مخدرات، باوع طلاب بالسجون مخدرات، باوع نسوان بنات بالسجون مخدرات. هاشين لك هالفيلم هذا؟ مدعوم شمال مدعوم برخص التراب صاير عودب، شنو يابا مخدرات؟ ها وين سامعين بيها؟ لا حد يطلع المرجعية من السالفة، ما صارت مال داعش مو كلها وقفت المرجعية؟ هاي انقص من داعش، قال لها داعش هذا واحد قاتله وشايل سلاح وتشيل سلاح وتقاتل. هاي الكارثة الكونية، هاي الوباء اللي جاي يصير المخدرات بالعراق شنو معناه؟ شنو معناه؟ خطب مال جمعة حاكيهم ما ادري وين يخطبون صف الاستكان مو يم السالفة. عم كارثة، هاي كارثة مالت المخدرات، كارثة اللي جاي يصير بالشعب العراقي. يعني ايش تريدون تفهمون الناس؟ بس قولوا ايش تريدون تفهمون الناس؟ تريدون الناس يعني ترحم صدام حسين؟ اي عم كان بك صدام حسين ماكو شيء. لاك مخدرات وكل السالفه. شنو هالوباء هذا اللي صاير هسه؟ لا حد يطلع روحه من هذا الموضوع.